الحكمي، لاعب رجاء بني ملال، عضو جامعي سابق، رئيس نادي سابق تاع رجاء بني ملال، وعضو في عصبة تنسيف الجنوب أيضا سابقا، ومدير تقني تاع الجامعة سابقا. إذا بغا نعرفوا كي جاتك المنافسة هنا بمدينة المحمدية. المنافسة دايرة في أجواء مزيانة، العدد تاع الثلاثيات مهم بالنسبة لهذه الدورة، هذه هي اللي سميتو السلبيات اللي كاين هي بأن الملاعب قليلة بالنسبة للعدد، كان العدد أكثر من الملاعب اللي متوفرة هنا في النادي هذا. إذا احكي لنا شوية على المسار ديالك. المسار ديالي كما حكيت عليك، بديت الممارسة تاع الكرة الحديدية من الصغر، تقريبا السن ديال 6 سنين ولا 7 سنين تقريبا. وحنا غاديين في هذا الوقت مازال لحقاش الكرة الحديدية معروفة بأنها تجمع بين الأطفال حتى الشيوخ اللي تيفوتوا 70 سنة هذه الرياضة هذه. نبغي نعرفوا شنو هي الحدود رجاء بني ملال في المنافسات. الحدود لهذه السنة هذه ما تمكنوش رجاء بني ملال يشارك بالأكبر عدد تاع الثلاثيات، شارك بثلاثية واحدة. ولحد الساعة مازال الثلاثية مازال غادية في الطريق ديالها، وتنتمنى ان شاء الله تفوز باللقب الثاني ان شاء الله بحول الله. إذا بغينا نعرفوك يعني كي تشوف الكرة الحديدية بالمغرب. الكرة الحديدية بالمغرب في اش راني نقول لك؟ واش هي يعني في تطور ولا في راجع الله؟ كما تنعرفوا الرياضة الوحيدة اللي من الألعاب الجماعية اللي كان المغرب تيديها بطولة العالم هي الكرة الحديدية. تنعرفوا بان الكره الحديديه بالعكس ماشي في تطور، ولكن غاديه المسار ديالها غادي في تراجع شيئا ما لعده اسباب، سواء تقنيه او تسييريه او تنظيميه. اذا الرساله اللي بغيت توجهها من هذا المنبر؟ واش نقول لك، الرساله غادي نوجهها ونوجه المسؤولين والجامعه ان شاء الله، بانه تنتمناو باش يكونوا اشخاص في المستوى اللي يكونوا في الجامعه، ماشي اي واحد يقدر يجي ويدخل الجامعه. والناس خاصهم اللي عندهم الغيره على الرياضه هما اللي يكونوا، والتسيير تاع الانديه ما خصش يكون تسيير عشوائي، خاصو يكون تسيير تنظيمي. وتنتمنى حتى الجامعه تحط واحد القانون بالنسبه للانديه باش كيفاش يسيروا هذه الكره الحديديه، لحقاش الكره غاديه في الحديديه غاديه في تطور، وحنا الانديه مازال غاديين في التسيير التقليدي بزاف. شكرا على الكلمات. إذا كما عارفين حنا سابقا كان هاد اللعبة كانت هي حكر على الرجال فقط، وكما كنشوفوا الآن حتى النساء كيتعطاو لهاد اللعبة. كاين العنصر النسوي وكثافة واللعبة راه كيلعبها العنصر النسوي. يعني بكل صراحة شكون اللي كيلعب مزيان، الرجال ولا البنات؟ لا لا الرجال. الرجال قوامون على النساء. عليكم. اسم ديالك؟ جلال صبري. جلال، بغيو نعرفوا من أين عصبة؟ عصبة الوسط. الوسط. اذا اليوم كي جاكم التنظيم في مدينه المحمديه؟ صراحه التنظيم في المستوى، واخا كاين شويه ديال الضيق علاش حيت كاين العدد ديال المشاركين بزاف، ولكن ماشي مشكل. اذا يعني نبغيو نعرفوا واش اول مره كتلعبوا هنا في مدينه المحمديه؟ لا ماشي اول مره، صافي لونطون. اذا نبغيو نعرفوا يعني كيفاش كان الاستعداد ديالكم لليوم الاقصائيات؟ الاستعداد كما العاده، انك كدير لونطريمون ديالك في الكلوب ديالك، وكتونكاجا في الكونكور باش تشارك ويكون عندك الحظ باش تفوز بكاس العرش. واش اليوم كتظن انك انت اللي غادي تدي كاس العرش؟ الله اعلم، علم الغيب. ان شاء الله تبدا بالتالي. انا نكون من الفائزين، الله اعلم. المهم ما نعلمش الغيب وما نقطعش رزقي، الله اعلم. حاجه اخرى، عندنا كنشوفوا النساء ولو كينافسوكم في هذه اللعبه، اذا يعني شنو تبقى تقول علينا في هذه القضيه؟ لا الصراحه العنصر النسوي ضروري، لان الرياضه شامله جميع الاصناف النساء والرجال. واما بالنسبه للتنظيم لكاس العرش بالنسبه للنساء، هما كيلعبوا بوحدهم والذكور كيلعبوا بوحدهم، يعني ما كيتجمعوش، عندهم كاس العرش بوحدهم وكاس العرش ديال الرجال بوحدهم. قالوا لينا هما اللي كيلعبوا احسن منكم بصح. لا لي بولو، ولكن انما الرجال كيلعبوا احسن من العيال. علاش زعما الرجال كيلعبوا؟ اول حاجه النساء اصلا ما كيترينيوش بزاف، ما تقدرش تخرج تلعب مع البيبل، يعني كتكون عندها واحد محدده داك الشيء. وزيدون لا فورس عاوتاني، الراجل ديما كيكون صحيح شويه. شكرا على الكلمه ديالك. شكرا.